انا راه ما ماشي ماشي فكره الاعتزال على انهم عايروني غنحبس حيت بقى, بقى في بقى في الحال حيت اي واحد ولا تيطاول يدي على الفنان واي واحد ولا تي ما هذه الطبقه اللي قلتي محسوبه على الامازيغيين اللي هما الامازيغيين براسهم اتصلوا قالوا لك عافاك يكون ما تخلي حتى شي واحد يهضر بسميتنا دابا بيناتهم كاين واحد واحد الشجار لان وحدين تيعايروني وحدين هما اللي الحوان تيفطوا لي الفيديوهات تيقولوا لي شكرا اللي فكرتينا زيد داخل بمول الحانوت ما مشوه ليه صورته ما ما عيرتوش من نهار تزادنا وحنا عندنا عرفتي هذا واحد عروبي ومع واحد الشلح واحد الفاسي قال له واحد المراكشي واحد المراكشي قال له واحد الصويري واحد الصويري قال له واحد الطنجاوي جيتو حتى انا وبغيت تطلعوا من فوق مني انا بقى فيا الحال ماشي على الفن بقى فيا الحال على سبنت الوالدين علاش على والو دابا الى وصلنا لهذا المستوى انا ترفض باش نوصلوا لهذا المستوى داك الشيء بيت نقاطع ماشي بيت نقاطع العمل حيت درت واحد الفكره وما الناس عايروني بيت نقاطع لانه وصلنا لمعايير الوالدين مع فنان اللي هو ديما تيجيب الشرف وتهضر على الوالدين وما وماشي انا دابا خفت ولا درت ولا حتى ما عنده علاقه انا فنان <applause>